أنا سمعنا عن الأزمة اللي كانت موجودة في الأعلاف اللي وكمان الشكاوى من العديد من المربين وخصوصا أصحاب مزارع الدواجن، وده أدى إلى ارتفاع بعض الأسعار سواء كانت الدواجن أو البيض في الأسواق بشكل كبير، لكن كان بالتأكيد تدخل الدولة وبدأ الإفراج عن الأعلاف. استمرارا بقى مع هذه الخطوات أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بشكل متواصل، وده بالتنسيق مع البنك المركزي، وأشارت إن خلال الأسبوع الماضي تم الإفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 79 مليون دولار، وأضافت كمان أن الإفراج ده شمل الإفراج عن 83 ألف طن من الذرة بحوالي 30 مليون دولار وحوالي 67 ألف طن من فول الصويا بقيمة 47 مليون دولار، وكمان أضافت أن في أعلاف تم الإفراج عنها بحوالي 2 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة بين 16 أكتوبر حتى 9 ديسمبر مليون طن وواحد من عشرة، عشان نبقى دقيقين يعني مليون واحد من عشرة طن و726 ألف طن ذرة و384 ألف طن فول صويا وكمان غير الأعلاف، وده بإجمالي مبلغ تقريبا بنتكلم في مبلغ ضخم جدا، عشان الناس كانت بتستغرب هي إيه المشكلة في الموضوع الأعلاف، احنا بنتكلم في 562 مليون دولار. بالتأكيد كل هذه الإجراءات وبدء الإفراج التدريجي عن الأعلاف هيأدي أو هينعكس بشكل سريع جدا على أسعار كل السلع في السوق خاصة الدواجن وكمان البيض، وكمان بالتأكيد هيبقى في استمرار لأن كان في تهديد أن بعض مربي الدواجن كان بيقولوا أصلا احنا هنقفل مش عارفين نستمر، لا دلوقتي الحمد لله في انفراجة كبيرة في موضوع الأعلاف.